إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تعالى في الآية 66 من سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل عظيم ومثل عجيب ضربه الله تعالى للعبد الذي يعمل بطاعة الله ثم ينتكس، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فيقع في الكفر فتحبط جميع أعماله. رجل عمل في شبابه، له أرض زرع فيها حتى صارت بستاناً من نخيل وأعناب، أصناف من العنب، الكبير الحجم والصغير والمختلف الألوان، أحمر وأخضر وهكذا من أنواع الأعناب، وله فيها من كل الثمرات. قال الله تعالى: وله فيها من كل الثمرات، له فيها من كل الثمرات، من أصناف الثمار التي يحبها أهل الزراعة ويحبها الناس، ومع ذلك أجرى الله له الأنهار، الماء قريب وهو في ريعان شبابه، حتى إذا كبرت هذه الثمار أو هذه الأشجار ضعف، وقد مضت عليه الأعوام والسنوات، فصار كبيراً في سنه لا يستطيع العمل، وله ذرية صغار وهو في ضعفه وفي ضعف ذريته، لا حراك له ولا قوة، أصابها إعصار، قال ابن كثير، أي ريح شديدة، إعصار فيه نار فاحترقت، فلما احترقت جلس ينظر إليها ومعه أطفاله الصغار، ينظر إلى هذه الحسرة وإلى هذه البلية التي ألمت به، يحتاج إلى الطعام لا طعام، يحتاج إلى إطعام أبنائه وأطفاله لا طعام، وهو ضعيف
ليست له قدرة على العمل مرة أخرى، ولا معين له من الخلق، هؤلاء ضعاف. هذا مثل ضربه الله تعالى لعبد مكث في حياته يعمل في طاعة الله، حتى إذا كبر في الطاعة انتكس فوقع في الكفر، وقع في الشرك، ووقع في الشرك ثم مات على ذلك، فقامت القيامة فأخذ ينظر إلى الناس لهم حسنات وهو خاوٍ من الأجور والثواب بسبب كفره، ولا فرصة له في العمل الصالح. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعاً ممن يستفيد من كتاب الله، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. جاء في صحيح البخاري وفي غيره، وأورد ذلك أيضاً ابن كثير رحمه الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل جلساءه عن تفسير هذه الآية، فقالوا الله أعلم، فقال أعلم أن الله أعلم، لكن هل لكم فيها علم؟ فسكت القوم. فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأثر في صحيح البخاري، قال له يا ابن أخي هل تعلم معناها؟ قال يا أمير المؤمنين، هو مثل ضربه الله لرجل غني، لرجل غني عمل بطاعة الله ثم تغير فعمل بمعصية الله فأضاعت سيئاته حسناته. هذه والله أعظم الحسرات، أن تجد الرجل محسناً لوالديه باراً بهما، أن تجد الرجل محسناً لجيرانه، أن تجده يقرأ كتاب الله، أن تجده يكثر من ذكر الله، أن تجده يتصدق على الأرامل والمساكين واليتامى والضعفاء، أن تجده صاحب إحسان عظيم، ثم بعد ذلك يقع فيما يحبط له جميع أعماله من الشرك بالله تعالى. إذا ألمت به مصيبة أو كربة أو شدة لجأ إلى غير الله، فدعا الأموات ودعا أصحاب القباب ودعا المقبورين ودعا الغائبين، كحالنا في هذه البلاد، ناس أبت نفوسهم إلا الشرك بالله تعالى. وأضرب مثلاً شديداً فليتحمل، لو أن رجلاً اغتنى كلباً من الكلاب وأخذ يحسن إلى هذا الكلب ووضعه في داره ليكون سبباً في حمايته من اللصوص، والحافظ هو الله تعالى، وأخذ يغيب أحياناً ويأتي صاحب الدار وأبناؤه وزوجته في الدار والباب مفتوح، الكلب يخرج ويأتي بالقرب من البيت، لو أن ماراً غريباً مر لنبح الكلب فيه، ولو أن سيده أتى ولو في ظلمة الليل ولو في ليلة حالكة، فإن هذا الكلب إنما يحرك ذنبه ولا يصيح، لأنه يعرف سيده الذي يحسن إليه. كيف بهؤلاء البشر الذين فضلهم الله على الكلاب وعلى الحمير وعلى البهائم؟ كيف ترضى أنفسهم أن ينزلوا في الحضيض؟ تجد الواحد منهم بلغ 60 سنة ولا يعرف من سيده ومن الذي يحسن إليه،
ومن الذي بيده ملكوت كل شيء يدعو غير الله تعالى؟ وإذا قيل له ادعو الله هاج وغضب وخاصم وقاتل، قاتل من يدعوه إلى ربه، إلى الذي يحسن إليه. هذا حال أهل الشرك. الآن أدخل المساجد، قل للناس نادوا الله براو، يقول لك انت وهابي. وهابي بيقولها سبا وتنفيرا. قل لهم نادوا في الشدائد المكاشفه، نادوا الكباشي، نادوا صايم ديما، نادوا اصحاب القبب، نادوا حمد النيل، نادوا التوم واتبانقا، نادوا حسن واتحسونا، نادوا البكري، نادوا الشيوخ، نادوا طه العركي. يقول لك ده زول ظريف، يقول لك وده زول بيحب الأولياء. اللي بيقول للناس نادوا الله كعب، واللي بيقول للناس نادوا الشيوخ ده زول تمام وزول سمح. أي موازين هذه؟ ماذا يقول هؤلاء لربهم يوم يلقونه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. زول في القبر بيسأل فيه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا يناديه، دع عربية دارة تنقلب ينادي فيه، وداك بص دار يعمل حادث ينادي فيه. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن مشغولون عنكم لا التفات لنا منا إليكم. ولذلك الواجب على العبد أن يوحد الله. إذا لقي العبد ربه ولو بأعمال الدنيا الصالحة، ولو بنى المساجد، ولو حفظ كتاب الله، ولو علم الناس الدين، ثم انتكس فأخذ يدعو غير الله ويعلق الحجبات يعتقد أنها تنفعه وأنها تضره، ويذهب إلى العرافين والدجالين والمشعوذين وستات الودع ويعتقد أن غير الله يهب الذرية كباش بدي الجنة، وأن غير الله ينزل المطر كما يزعم الخنجر، فإنه لقي الله بأسوأ ذنب أحاطت به خطيئته وهلك فيما يهلك الهالكون، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يحقن دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد والسنة. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.